السلام عليكم، أنا محمد البركان، مريض، وقعت لي حادثة في 2009، دابا 11 عام، وأنا ناعسي هكا على ظهري، ودوك خصني الترويض. دوك الطبيب قال لي خصك الترويض كل يوم. دوك أنا هادي عامين ما درت لا ترويض لا والو، راني غير ناعس هكا على ظهري. ودوك كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، يعاونوني باش ندير الترويض. ودوك المشكل زادوا لي تا الكلاوي، بدات العملية في 2017، قاسني فيهم الحجر، وتانية العام اللي فات في رمضان في شهر 5 تانية درت العملية بالليزر شي 4 نتاع المرات. درك أنا خصني الترويض، وكنطلب من المحسنين يعاونوني باش تانا تولي الصحة ديالي كما كانت، تانا نوقف على رجليا. درك أنا وقعت لي حادثة، يومين تقلبت بينا الطوموبيل، تقاسيت في النخاع الشوكي، فما وقيش نتمشى. هذاك الطبيب انا قال لي خصك غير الترويض تقدر تبرا، قال لي خصك الترويض مجهد كل يوم زعماك. وانا دوك هادي عامين ما درت لا ترويض لا والو، ما عنديش الحاله حاله الله. دوك رجليا تزيروا، راهم يطلقوا لي الحريق، مراني هكا قاعد في الليل هكا يطلقوا فيا الحريق، هكا تق فيا النفس ما نقدرش، وتزيروا. دوك تعصبوا من ما ندير لا ترويض لا والو. ودوك نطلب من المحسنين يعاونوني كيما راك تشوف، هو خصني الدواء، خصني الماء. دوك قال لي الطبيب ما تشربش تاع السقايه، خصني غير، وخصني بزاف الصوالح. اللي يقدر يعاوننا يعاوننا، اللي ما يقدرش يعاوننا غير بالبارطاج. الله يرحمكم الوالدين. دوك عندي الرانديفو تانية في شهر 7، دوك تانية على الكلاوي. دوك عندي المشكل تاع الكلاوي فيهم الحجر بزاف، دوك باش تمشي من الوجدة. دوك واحد السيد مسكين اللي راه بحال هكا يدينا مرة مرة. كنطلب من المحسنين اللي حاضر يشوفوا لي شي عملية ولا، راني كنشوف بزاف في تركيا كانوا هكا بحال الحالة ديالي، ويبانوا لي تشافا وهكا داروا العمليات والترويض. هنا في المغرب ما قالوا لي ما كانش العملية، انا ما عندهم شي قوام وكل شيء. المهم انا كنطلب من المحسنين يعاونوني تانا نوقف على رجليا وتولي لي الصحة ديالي كيما كنت.